ومنهم الحافظ الذي يتربع على عرش الكنيسة وأنا أهمس في أذنه أقول له يا أيها الأنبى شنودة انزع فكرة الزعامة من رأس لا تظنن في يوم من الأيام أنك ستكون رئيس دولة إن كان في ذهنك أن تقيم دولة على أرض مصر تمتد من الإسكندرية إلى أسيوط ويصل بينها خط حديدي فاعلم أن التاريخ لن يعيد نفسه أبدا إذا كنت تظن أننا دخلاء على مصر فنحن أبناء مصر ولكننا مسلمون وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا انزع فكرة الزعامة من رأسك لن تقوم لك دولة على أرض مصر الإسلامية وإذا كنت ستستعين بأمريكا فنحن سنستعين بالحي الذي لا يموت.